عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو تصوبي لنا عندنا ان شاء الله؟ شنو تحضري لينا ان شاء الله؟ غادي نصوب واحد باطيره للعشاء ولا نغطي الدراري اللي تيمشيو للمدرسه. شحال من مره الامهات كي خير شنو يدير في عطاهم داكشي اللي كتسجد. هادي نيت غنصوبها لغوتي للمدرسه نيت. شنو عندنا فيها دابا؟ ان شاء الله نبدا في العجينه ونخليوها باش ترتاح تخمر شويه على ما نجبدو نصوبو الحشوه. الحشوه نعرض حتى لكم داكشي اللي الحشوه صافي مزيان مشوه هكا بتدريج. شنو عندنا في العجينه؟ عندي هنايا 400 غرام ديال الفورص و 200 غرام ديال الزرع. اللي ما عندوش الزرع يدير يقدر يدير الفينو، حيت انا كنستعمل الزرع بزاف. هذا كاين القمح كامل وارض الناحيه اللي منهم الخاله. ايه عندي هنايا الخميره على حسب الجو، معلقه ديال العجينه. عندي هنا واحد المعلقه ديال الزبده عاديه. عندي هنايا شويه السكر شويه الملحه ان شاء الله الماء دافي طبيعه الحال. بالنسبه للعبار ماشي ضروري هما يلتزموا بالعبار. انا بغيت دابا على حسب الفطيره قداش غتكون كبيره ولا صغيره مليان حسب الافراد ديالهم هما العائله. بغاو يديروا نسكلو الفورص وربعه ديال الطحين سواء الزرع كما درنا حنا ولا الفينو يديروه. المهم العبار ماشي بضروري يكون مضبوط. نبداو بسم الله. نبداو ندير الفورص بسم الله ومغربي. قلنا الا بغاو يديروا الفينو يديروه، الا بغاو يديروا حتى الفورص بوحديتو يديروه. اه كل واحد شنو كنبغي ندير. ما كنبغيش ندير الفورص بوحدو، كنبغي نخلطو شويه باش كتجي كيجي زوين. خصوصا هذا القمح هذا كيجي زوين في الفطائر. بسم الله ندير هنايا السكر والملح والخميره هنايا. ندير عليها الماء نخليها واحد شويه حتى تطلق. نخليها واحد شويه تطلق عاد نعجنها. بسم الله دابا غادي نعجن. ها هي الخميره ديالنا تحلات ونعجن ان شاء الله. دابا هاد العجينه بحال عاديه، العجينه عاديه يعني ما كتجيش قاصحه ما كتجيش جاريه. عاديه بحال عجينه البطبوط مثلا. بحال ديال العجينه ديال المطلع. جمعتيها؟ انت دابا جمعتها خلطتها غادي نخليها ترتاح عاد نرجع ندلكها ياك. دابا هاد الزبده هادي غادي نديرها في الوسط باش تطلق تبقى تولي رطبه. صافي هذيك باش نستغلوا الفرصه نصوبوا عاوتاني ندوزوا للحشوه نخليوها هي كترتاح. نخليها ترتاح حتى نرجع لها ان شاء الله. ان شاء الله ارتحت. هي ارتحت بدات كتخمر. انت شتي ديك الزبده هي لداخل باش فين فين حطيتها باش تشوفيها شتي الزبده. دابا غنعاودها حتى ندخل فيها الزبده كله ونخليها عاوتاني ترتاح على ما نوجد الحشوه ان شاء الله. صافي نخليك ديكيها ما كتبغيش يدلك بزاف بزاف. صافي تعاوديها جوج مرات صافي. ملي كتكون مرتاحه دغيا كتساعد كتساعد ماما. دابا عاودنا العجينه وخليناها شي شويه حتى هي تخمر. دابا ان شاء الله غادي نعطيك الغسيل ديال الحشوه. بسم الله. عندي هنايا 200 غرام ديال الكفته ولا على حسب الاستطاعه قل ولا كثر ماشي مشكل. هنايا واحد الفلفله كبيره ديال خضره، جوج صغار ديال حمرين، المهم يجي قد قد. هنا واحد البصيله هي مشلضه ماشي محكوكه مشلضه. شويه ديال المعدنوس شويه الملحه جوج بيضات هادو غادي ندير من بعد. وهذه الزيت بلديه زيت رميه باش نشحر. هذا مونزاريلا وشويه الفرماج الاحمر باش يعطينا نكهه زوينه. وهنايا العطريه هنايا كاينه تحميره معلقه صغيره معلقه صغيره تحميره معلقه صغيره ماشي ما كاملاش ديال الكمون باش ما كيجيش مر. وشويه البزار شويه ديال العطريه ديال اللحم. دابا ان شاء الله ندوزوها نصوبها لكم ان شاء الله. هذه شويه ديال السودانيه بالنسبه للعطريه اللحم ماشي ضروريه ياك. ماشي ضروريه ما كاينش اللي ما عندهمش ما كاينش. ان شاء الله نبداو ان شاء الله نبدا نشحر شحال شحال هاد الفاليه فيه. بسم الله غنشحرو حتى يطيحو مزيان يعني مبقاش. بسم الله
جيت مع القرد جوج معالق الزيت صافي شارك عليها صافي شارك شويه الزيت يتشحروا ان شاء الله ونشوفهم عاوتاني نكملوا درت شويه الزيت هنا باش نسرب دغيا ندير البصله هنايا باش تتشحر قد قد باش نسرب دغيا حتى هي نبقى نحرك هذه البصله تطيح مزيان صافي دوك البصله والفلفله صافي نرجعوا نكملوا ان شاء الله هما صافي طاحت سالبي هذه البصله ديالنا شتي درت لها شويه المليحه نديرها هنايا باش ندير تحتها شويه الجبن حتى الفلفله وجداتي هذا لا جات باش ما يكونش فيها الماء باش يكون الماء لا تريح شتيك تحلات كلها متحلات اليوم شتي ولات بحال الكسكسو تحلات غندير هذا دابا على هاد هاد الفلافل ونخليها حتى تبرد انا ما نسرح العجينه صافي باش تلقى فيها داك الشيء ديالها هذا الشيء تلقى في الشيء هذا شتي كتجي فنة الحشوه راه كتقدري تعمري بها اي حاجه صافي نخليها دابا حتى تبرد على ما نجدد العجينه دابا هنا غادي نفرق هاد العجينه حشوه هاي يعني داس كتبان ولا داس انا هاد العجينه خبرات باش ما كتخمر كتشي كتشي طبعا اي ما كتجي فين زوج ديال العجينات يا ربي الحشوه حتى كتكون العجينه وجدات كنحيد لك هادي ولا باقي غتحطي فيها شي حاجه لا صافي العجينه جات زوينه زوينه هنا كاين واحد الطريقه معينه في هذه الخدمه هذه يعني غيتبعوا معنا وشوف كيفاش غنديروا هادو غتحتفظي بهم باقي غنستعملوهم ياك غنستعملوهم هذيك نحطهم ليك هنا هاك تنوريهم كيفاش نصوبوهم ساعد بعدا بسبعالي عاد نسميت لكم واخ صافي ما نسرحوها ياك صالحه مزيان ساليتي ايه صافي ساليت هي قاديسه شتي كل ما قلت لك هي مقاده شتيها مربعه مقاده دابا غادي نديرها في اللاطا غادخل الفران ياك غادخل الفران صافي ايه صافي انا حطيتها وقت بسيط هنايا باش نصوب الجناب اللي قلت لك جاتني شان واخا ما عبرناهاش عندك ميزان صافي صافي نحطها هنا حتى نصوب الجناب نسيت واحد الكره ياك نسيت واحد الكره من داك العجينه اللي حطيت قبيله غادي نديرها هكا طويله سرحتيها ماما سرحتها شتي دابا غادي نفتحها هكا باش نوريك شنو ندير لها هادي شتي بحال هكا باش تعطيني الحجم شويه واسع انا شنو درتي هنايا فرقتي البيضة هنا درت الصفر من هذوك الجبدات نيت اللي حنا خلينا وهذا البيض صافي نبدا ناخذ الشيء دابا غادي نخلط هادو نخلطهم هكا مزيان خلط هذاك المونزاري لا شتي خليت فيها التبصيل الصغير علاش علاش هانتي شتي نمرها كلها هكا باش عاد نبدا نسد شتي تنعمرها كلها هكا
لقيتي هكا كنلقى نلاقي بحال هكا شفتي هكا كنلاقي ونقرصو الحش باش يلصق باش يتسد شفتي بحال هكا هكا كله حتى نكمل في سديتها كلها في سديتها كلها كنديها ونجيبها هكا باش تجي محلبلها بحال 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 النشا دابا غادي ندهنو هاد البنوتات هاد باش تبين على الحطب بريد البيض ايه بالبيض الزيت الله يسعدك هي جنابية درت فيه شوية ديال الحامض واحد النقيطة هي جناب هي جناب هذاك البلاصه اللي سديتي واقيلا حطيتيها من التحت ياك حطيتها من التحت البلاصه اللي سديتي كنحطها من التحت شتي ماشي ضروري ملي كتفرد شي هانت هي بنفس الطريقه باش تشد الثانيه دهنت بالبيض بيض البيض هاد البلاصه هادي اللي غادي نحط فيها نعاود نحطها ان شاء الله بحال هكا باش نتقاد انت هي الملاقي ما كتبانش انت شفتي في الملاقي ما كتبانش صافي قديتها كلها دابا غادي نتقب هاد العجينه هي الوسط واقع باش ما يتنفش هي غير الوسط بعد ما قديتها درتها وتقبتها باش ما تدخليش في الوسط ان شاء الله الحشوه دابا راه بردات بسم الله كتجي بحال الشكل ديال البيتزا كتجي بحال شكل البيتزا ولكن العجينه ماشي ديال البيتزا كتعجب الدراري دابا هادي في المدرسه ولا في وجبه العشاء ولا هادي كتجي فنه اقتراحات وسهله غير كتوجد ماشي زعما ما فيهاش خدمه نقديها نقدها كلها ونعاود نوريك شنو ندير لها دابا انا قديتها كلها دابا غادي ندهن الجناب هذا الصفر ديال البيض وندير الشوفان كاين ماشي ضروري الشوفان ولا ديري الجنجلان ولا ديري داك البافو اييه باش ما بغيتي نجد هي ديكور هذاك ماشي ديكور ماشي واحد الحاجه مهمه درنا الفرن يسخن درنا درت الفرن دابا شعلت الفرن باش يسخن ضروري يسخن قبل حيت كلشي طايب كلشي طايب والخميره خاصها بغيت نقول لك العجينه خاصها طيب دغيا باش ما تقصحش حيت انتي دنت كل صافي درت لها الشوفان كلها دابا غادي صافي هذا هاد البيضة اللي انا خليتها قبيله ها هي وداك البيض كله اللي شاط ليه هو هذا اللي درنا به الجناب واخا حتى هي ما نخلي حتى حاجه تضيع وهذا شويه د الحليب شويه الحليب باش تجي تقريبا واحد ربع كاس صغير ربع كاس باش تجي منفوخه باش تنفخ ملي كتكون في الفرن كيتنفخ البيض غادي ندير قبيسه د الملحه ها هي زيد شي شويش نقي درتي قليله صافي بسم الله انت شتي نكبر على هاد الحشوه هكا باش يجي كله مغطي ب الا بغاو يديروا كثر من هاد الكميه البيض يديروا بحال مثلا يجدوا بيضه اخرى ولا جوج بيضات اخرى جوج بحال ما بغيتي انا غير ما بغيتش نقوي القوت حيت حنا باقيين غنديروا موتزاريلا ها هي والفرماج احمر ما حتى كنحس بها كلها فيها البيض بحال هكا ماشي ندير بلاصه في دابا درت البيض من الفوق دابا غندخلها دابا للفران ان شاء الله بسم الله بسم الله دابا هانتيا العافيه كتكون من الفوق ومن التحت الحراره 180
الا كان سخناه مزيان الا كان الفران عادي ديال البوطه كنشعلو لتحت كنسخنو بعدا الفران حتى كيسخن مزيان كنشعلو لتحت حتى كطيب من التحت شويه بحال الخبز كنعاود نشعل عليها من الفوق تحمر ان شاء الله صافي دابا نخليوها طيب ونرجعو ليها نشعل في الفاره صافي هي وجدات يعطيك الصحه وجدات في الدقه الفوق والتحت بسم الله استغزال على داك الصحه انا بالي بلا ما تصدي هادو بموتزاريلا دابا دابا مع الحراره اه الا كان سخونه كتذوب وحده صافي صافي استغزال حتى ديريها دابا شويه اه دغيا دغيا شويه واخا بارك الله عليك بارك فيك وفي وجدات نشوف ها هي وجدات بارك الله دابا الصغير الله يعطيك الصحه ماكلا داكشي اللي كان صافي قلنا هادي العشاء سريعه سريعه دغيا كتوجدي يديو منها الكوتي للدراري المدرسه فيها كل شيء وكبيرة نجيب الموس باش نقطع عائلية عائلية ضاغرة ضيق وكل شيء ما تحشمكش بسم الله نقطع لك شوية بسم الله هذا راه كيجي خفيف تيجي خفيف وعمر بالفرماج كيجي مذاق غزال نعطيك الصحة الصحة وراحة نعطيك الشر فيها وهداك دايرة بحال البيتزا عامرة من اللور طايبة ها هي طايبة مزيان يعني كتشبع نعطيك الصحة هاد البلاصة كتكون فيها كتكون فيها سميتو كتكون فيها الفرماج وريها لينا كلشي فيه فهادي هادي سي عامره بالفرماج هاد البلاصه عامره بالفرماج كلها درت لها عمرتها بالفرماج هذا حطيناها ولكن اللي تبع الفيديو راه غتبان له ايوا هادشي كيف كان شوفوا هاد الصحه والراحه هاكا تبسي لها يعطيك الخير ماما شكرا شكرا على الوصفه ديال اليوم في وصفه اخرى ان شاء الله الله يعاونك وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء.